بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 95 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولاني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويفسدها تشميت بالشين المعجمة أفصح من المهملة، يعني تصح تشميت وتسميت كلاهما صواب وكلاهما معناه الدعاء بالخير، ولكن بالشين أفصح من السين، لذلك قال بالشين المعجمة أفصح من المهملة الدعاء بالخير. فأنت عندما تشمت فلانا يعني تدعو له بالخير. قال: خطاب عاطس ويفسدها تشميت، يعني خطاب عاطس. طبعا خطاب عاطس يعني خطاب المصلي لعاطس بقوله يرحمك الله، فإذا قال المصلي لعاطس بجواره عطس عاطس وأنا في الصلاة فقال هو الحمد لله، فقلت له يرحمك الله، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة لأن فيها خطاب، وبطلت الصلاة عند سيد أبي حنيفة ومحمد، قال عندهما خلافا لأبي يوسف. نلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله قال خطاب عاطس، خطاب عاطس، فهنا الخطاب مقيد من المصلي، المصلي هو الذي خاطب. أما لو قال، لو كان المصلي هو نفسه عطس في صلاته، المصلي عطس في صلاته فقال يرحم، قال هو نفسه قال يرحمك الله، هو شمت نفسه، يعني شمت نفسه، ما الحكم؟ قال لا تفسد الصلاة، لأن قوله لنفسه يرحمك الله هو بمنزلة قوله يرحمني الله، وهذا لا يفسد الصلاة لأنه دعاء. وكذلك الحامد، لو أنه عطس الحامد، عطس في الصلاة، وهذا نسأل عنه كثيرا، عطس فقال الحمد لله، ما الحكم؟ كذلك لا تبطل صلاته. طيب الآن سؤال، لو عطس أنا في الصلاة الآن وبجانبي شخص خارج الصلاة أو مصلي عطس، فقلت أنا المصلي قلت الحمد لله، قلت الحمد لله، هنا قولي الحمد لله بين واحد من أمرين: إما أن أكون قصدت الحمد مطلقا طالبا الثواب من الله فصلاتي صحيحة، أما إذا قصدت بحمد قولي الحمد لله تذكير فلان وتعليمه أن يقول الحمد لله، الحمد لله، قال تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. يعني لو أراد تعليم فلان الحمد بعد التعطيس بعد العطاس قال تبطل الصلاة بالاتفاق، تبطل الصلاة بالاتفاق. طيب أستاذ، سؤال، لو أنه أراد بقوله الحمد لله جواب العاطس، انتبه، أنا قلت بين أمرين، بين ثلاثة أمور، أنا في الصلاة قلت الحمد لله وقد عطس بجانبي عاطس، إما أن أكون أردت الثواب فصلاتي صحيحة بالاتفاق، وإما أن أكون أردت تعليمه وتذكيره فتبطل الصلاة بالاتفاق، وإما أن أكون أردت الجواب
أردت أن أجيب العاطس بعد عطسه فقلت الحمد لله، ما الحكم؟ قال لا تبطل الصلاة بالاتفاق. ليه؟ قال لأن قولي الحمد لله لم يعهد جوابا في العطاس، فهو ذكر، فهو ذكر، فلا تبطل الصلاة. إذن قال جواب عاطس بيرحمك الله، خلافا لأبي يوسف. أبي يوسف قال لا تفسد الصلاة. ليه؟ قال لأنه دعاء بالمغفرة والرحمة، وهذا لا يؤثر على الصلاة. قال وجواب مستفهم عن ند لله تعالى، أي قال قائل يعني أنا أصلي الآن، جاء رجل وقال لي هل مع الله إله آخر؟ سأل وأنا في الصلاة، سأل هذا السؤال، فأجابه المصلي بلا إله إلا الله، ما الحكم؟ تبطل الصلاة، لأن هذا خطاب، هذا خطاب، تبطل الصلاة. فأجابه المصلي بلا إله إلا الله يفسد عندهما، عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف قال لا تفسد الصلاة. ليه؟ قال هو يقول إنه ثناء، قولي لا إله إلا الله ثناء لا يتغير بعزيمته، لا يتغير يعني بنيته. يذكرنا هذا بالمسألة التي ذكرناها في الأمس، لو أن إنسان مثلا ما هو في الصلاة رفع صوته بكلمة الله أكبر أو بقراءة الفاتحة لينبه على أمر حصل أو ليخوف أو ليهدد، قلنا أن هذا فيه خلاف عندنا، والمعتمد أن الصلاة تبطل، خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف القاعدة الأصل عند أبي يوسف، أحبابنا حبذا لو تكتب هذا الكلام على هامش الكتاب عندك، الأصل عند أبي يوسف أنه ما كان ثناء أو قرآنا لا يتغير بالنية، وعند أبي حنيفة ومحمد يتغير، يتغير بالنية. لذلك لو رفع صوته بالتكبير مريدا به التهديد تبطل صلاة عند أبي حنيفة ومحمد، ولا تبطل عند أبي يوسف. إذن وهو يقول إنه ثناء لا يتغير بعزيمته. إذن الأصل في هذه المسألة أحبابنا أعيد فأكرر، هو أنه ما كان ثناء يعني ذكرا أو قرآنا لا يتغير بالنية عند أبي يوسف، ويتغير عند سيد أبي حنيفة ومحمد، وهما يقولان إنه صار جوابا فيكون متكلما بالمنافي، يعني بالمنافي للصلاة، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال وخبر سوء بالاسترجاع، خبر سوء بالاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو في الصلاة جاءه إنسان قال له لقد مات فلان، وهو معتاد أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالها، قال تبطل صلاته. أو وهو في الصلاة جاءه إنسان بشره بقدوم غائب فقال الحمد لله، تبطل صلاته أيضا. قال وخبر سوء بالاسترجاع وسار بالحمد لله، وجواب خبر عجب بلا إله إلا الله. أولا في الصلاة جاء شخص وقال لي علمت إن زيد قد وقع من العمارة الطابق 20 إلى الأرض ثم قام يمشي على قدميه، لا إله إلا الله، أتعجب من هذا الخبر، كيف هذا؟ تبطل الصلاة. أو قلت سبحان الله، كذلك تبطل الصلاة. قال ويفسدها كل شيء من القرآن قصد به الجواب، كيا يحيى خذ الكتاب. وأنا في الصلاة قال لي ابني أريد أن آخذ نقودا منك،
فقلت له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني فهم ولدي الآن أنه خذ الفلوس وقلبك قوي لا تخاف. نعم، ما الحكم؟ تبطل الصلاة. نعم، قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب لمن طلب كتابا ونحوه، بخلاف ما إذا كنت أقرأ نفس السورة فصادف أنني لما وصلت إلى هذه الآية طلب مني ولدي أن يأخذ شيئا فقرأت هذه الآية، لا لأن ولدي طلب مني بل لأني أنا أقرأها، قال لا يؤثر هذا في الصلاة. وهذا بهذا أول العلماء الحديث الوارد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فبعض الصحابة أراد أن يدخل إليه فاستأذن فقال ادخلوها بسلام، قالوا كان النبي صادف قدوم هذا الصحابي زمن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية فلا يضر. قال وقوله آتنا غداءنا لمستفهم عن الإتيان بشيء، لو أنه هو في الصلاة قال آتنا غداءنا لإنسان يسأله هل آتي إليك هل أحضر لك هذا الشيء الفلاني، فقال له آتنا غداءنا وتلك حدود الله فلا تقربوها، قرأ هذا النص القرآني يقصد بذلك النهي عن الاقتراب من شيء ما، وإن لم يرد به الجواب بل أراد الإعلام أنه في الصلاة لا تفسد الصلاة بالاتفاق، لا تفسد الصلاة بالاتفاق. نلاحظ أن الشيخ الشرنبولالي رحمه الله تعالى قال ويفسدها كل شيء من القرآن. لماذا قال من القرآن؟ قال أراد أن يبين لك الحكم في غير القرآن أيضا، ولكن إذا كنت في الصلاة قرأت آية قرآنية بنية الجواب تبطل صلاتك، فكيف إذا أتيت بأي ذكر آخر بنية الجواب فإنها تبطل صلاتك. حتى قالوا لو أن المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنت في الصلاة أعدت هاتين الشهادتين، قال تبطل صلاتك أيضا. كذلك أنت في الصلاة رجل بجانبك ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصليت أنت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة تبطل صلاتك. كذلك الإمام وهو يقرأ انتهى من القراءة قبل أن يركع قلت أنت صدق الله العظيم، كذلك تبطل الصلاة إلى غير ذلك. إذن الشيخ الشرنبولالي لما قال ويفسدها كل شيء من القرآن قصد به الجواب يشمل القرآن وغيره من الأذكار، فإذا بطلت الصلاة بآية من القرآن قصد بها الجواب من باب أولى أن تبطل الصلاة بغير القرآن من الأذكار إذا قصد به الجواب. قال ويفسدها رؤية متيمم أو مقتد به، أنا الآن أصلي في التيمم رأيت الماء وأنا قادر على استعمال هذا الماء الذي رأيته تبطل صلاتي، أنا إمام أصلي الآن بالتيمم ويوجد شخص آخر مقتدي بي فرأى المقتدي بي رأى الماء وأنا وهو قادران على استعمال الماء تبطل صلاة المقتدي. قال ويفسدها رؤية متيمم أو مقتد به ولم يره الإمام، لاحظ الإمام ما رأى الماء،
ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد فتبطل الصلاة قبل قعوده قدر التشهد، كما سنقيد به المسائل التي بعد هذه أيضا. إذا الشيخ الشرنبولاني رحمه الله قيد المسألة هنا برؤية الماء قبل قعوده قدر التشهد. ليه؟ قال ليكون هذا الأمر مبطلا للصلاة بالاتفاق بين أبي حنيفة وأصحابه وصاحبه، لأنه لو رأى الماء بعد القعود مقدار التشهد تبطل صلاته عند أبي حنيفة وتمت صلاته عند أبي يوسف ومحمد. وهذه المسائل من المسائل المعروفة بالاثني عشرية. والإمام سيدي أبو حنيفة رحمه الله يرى بأن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض، والصاحبان يريا بأن الخروج من الصلاة بفعل المصلي ليس فرضا وإنما هو واجب. فالآن لما رأى الماء بعد القعود مقدار التشهد خرج من الصلاة، ولكن عند سيد أبي حنيفة خرج من الصلاة بفعله أم بفعل غيره؟ بفعل غيره. والخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض، فقد خرج من الصلاة وقد ترك فرضا فتبطل صلاتهم. أما الصاحبان فقال لا، الخروج من الصلاة بفعل المصلي واجب وليس فرضا. فإذا الآن رأى الماء خرج من الصلاة بفعل غيره فصلاته صحيحة ولكنه ترك واجبا. هذا الفرق بين قول سيد أبي حنيفة والصاحبين. قال كما سنقيد به المسائل التي بعد هذه أيضا. وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم. يعني إنسان مريض فتيمم وهو بعد أن قعد القعود الأخير مقدار التشهد، بعدما قعد مقدار التشهد زال العذر، ما حكم صلاته؟ بطلت عند أبي حنيفة ولم تبطل عند الصاحبين. لو زال العذر قبل القعود مقدار التشهد بطلت الصلاة بالاتفاق. قال وكذلك تمام مدة ماسح الخف، وتقدم بيانها، تقدم بيان مدة المسح على الخفين. وكذا نزعه أي الخف، نزع الخف يبطل الصلاة ولو بعمل يسير لوجوده قبل القعود قدر التشهد. أما لو كان بعدما قعد مقدار التشهد ما الحكم؟ تبطل الصلاة عند سيد أبي حنيفة رضي الله عنه ولا تبطل عند الصاحبين. قال وتعلم الأمي آية ولم يكن مقتديا بقارئ. يعني الآن هو يصلي لوحده، أمي يصلي وهو في الصلاة جاء إنسان وصار يردد أمامه آية حتى حفظها، ما الحكم؟ تبطل صلاته. قال ولم يكن مقتديا بقارئ. اختلف فيما لو كان الأمي مقتديا بقارئ وتعلم هذا الأمي آية، ما الحكم؟ عامة الفقهاء ذهبوا إلى بطلان صلاته. ولكن بعض الفقهاء قال لا تبطل صلاته. قال نسبة إلى أمة العرب. الأمي نسبة إلى أمة العرب الخالية عن العلم والكتابة، كأنه كما ولدته أمه، وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها تبطل الصلاة. قال ووجدان العاري ساترا يلزمه الصلاة فيه. ليس كل ساتر يلزمك الصلاة فيه، فلذلك قال يلزمه الصلاة فيه بأن كان مالكا له
وقد أعاره لزيد، أو أبيح له وهو طاهر الكل، أو نجس هذا الثوب كله ولكن عنده ما يطهره به، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. أما لو ما لم يكن عنده ما يطهره به لا تبطل الصلاة. قال: فوجدان العار ساترا يلزمه الصلاة فيه، فخرج نجس الكل، يعني حالة كونه فاقدا لما يطهره به. وما لم يبحه مالكه كذلك، ثوب لم يبحه مالكه موجود عندي أمامي بين يدي ليس لي أن أستعمله، لا يجوز استعماله. قال: وقدرة المومي على الركوع والسجود، قدرة المومي على الركوع والسجود، والأصل يصلي بالإيماء، عاجز عن الركوع والسجود. قال: وقدرة المومي على الركوع والسجود لقوة باقيها فلا يبني على ضعيف. المراد أحبابنا بقوله وقدرة المومي على الركوع والسجود أي هذه القدرة حصلت، لاحظوا أحبابنا، هذه القدرة حصلت له بعدما ركع وسجد بالإيماء، بعدما ركع وسجد بالإيماء حصلت عنده قوة، الآن صار قادرا على الركوع والسجود، تبطل صلاته، لأن في ذلك يكون بناء القوي على الضعيف. أما لو حصلت القوة له قبل الركوع والسجود صلاته صحيحة، أنه سيركع ويسجد فلا يكون فيها بناء قوي على ضعيف. وتذكر فائتة لذي ترتيب، والفساد موقوف، أنا صاحب ترتيب، صليت الظهر، بعد ما صليت الظهر تذكرت أنني ما صليت الفجر، فالآن هذه الظهر التي صليتها فسادها موقوف، فصليت العصر وأنا ذاكر للفرض، صليت المغرب، صليت العشاء، لاحظ، فصليت الفجر وأنا متذكر، متذكر، ما الحكم؟ صحت هذه الصلوات كلها. أين هنا نلاحظ إن قضى هذه الفائتة قبل خروج وقت الخامسة الصلوات الخمسة كلها انقلبت نوافل ووجب عليه أن يقضيها، أما إذا خرج وقت الخامسة ودخل وقت السادسة صحت الصلوات كلها وبطل كونه صاحب ترتيب ويقضي فرضا واحدا فقط. قال: وتذكر فائدة لذي ترتيب، والفساد هنا موقوف، فإن صلى خمسا متذكرا الفائدة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه. إيش يعني بطل وصف ما صلاه؟ يعني أصل الصلاة لم يبطل، صلاته يعني صحيح الصلاة ولكن بطل وصفها. أنا عندما أقول الله أكبر هذه صلاة، ما هو وصف هذه الصلاة؟ هو المتحقق بالنية، أصلي فرض الظهر، إذا وصف الصلاة كونها فرضا، أصلي سنة الظهر القبلية، وصف الصلاة كونها نافلة، فالآن بطل وصف الصلاة يعني بطل كونها فرضا وانقلبت نافلة. الله لا إله إلا الله. قال: وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة صحت الصلوات وارتفع فسادها الموقوف. قال: واستخلاف من لا يصلح إماما كأمي ومعذور هذا يبطل الصلاة أيضا. وطلوع الشمس في الفجر لطرو الناقص على الكامل، لطرو الناقص على الكامل، الناقص هو وقت طلوع الشمس، لأن هذا الوقت، هذا الوقت وقت طلوع الشمس وقت عابدي الشمس، فهو وقت ناقص، والكامل هو ما قبل طلوع الشمس،
فالآن لما طلعت الشمس وأنا أصلي الفجر بطلت صلاة الفجر. ليه؟ لأنه طرأ صلاة الصلاة مؤدى في وقتين ناقص أو كاملا سابق وناقص طارئ فتبطل الصلاة. طبعا هذا أحبابنا فقط في صلاة الفجر، فقط في صلاة الفجر. باقي الصلوات وأنا لا أعرف كثير من الطلاب، وكأنه شائع بين الطلاب أن لو إنسان يصلي الظهر دخل وقت العصر تبطل صلاة العصر الظهر. أنا يعني لا أعرف، هنا بعض فقهائنا أظن نسيت الآن من هو، واحد ذكر في فتاويه قال، سيأتي أظن معنا الآن، بعض الفقهاء واحد ليس اثنان لا واحد فقط قال بأن دخول وقت العصر في الجمعة، دخول وقت العصر في صلاة الجمعة يبطل صلاة الجمعة. قال وهذا ليس خاصا بالجمعة بل هو شامل للظهر أيضا. قال العلماء الذين تابعوه وهذا غريب، يعني من أين أتى بهذا الكلام؟ وهناك طبعة نسخة في البناية فيها خطأ طباعي فاحش طبعا، نص صاحب جاء فيها أنه إذا دخل وقت الظهر العصري وهو يصلي الظهر بطلت الظهر. فمن يقرأ يأخذ العلم من هذه الكتب طبعا سينشر بين الناس وسيشيع بين الطلاب، وللأسف هذا نقل لي عن بعضهم وهو يقرئ، يعني يقرئ اللباب، يقرئ الهداية ويقرر هذه المسألة على الطلاب، وهذا خطأ فاحش يدل على جهل وعدم التلقي عن العلماء وعدم الفهم للنصوص الفقهاء. أنا عندما أكون أنا أريد أن أتوسع بهذه المسألة كي نعرف الحكمة، أنا عندما أصلي الفجر الآن فطلعت الشمس وأنا في الصلاة، صلاتي الآن انتقلت من كاملا إلى ناقص، أما وأنا أصلي العصر مثلا ودخل وقت المغرب صلاتي انتقلت من كاملا إلى كامل، وفي الظهر أيضا من كاملا إلى كامل، وفي المغرب من كامل إلى كامل، ومن العشاء من كامل إلى كامل، إلا في الفجر من كامل إلى ناقص، لذلك تبطل الصلاة. إذن هذا الأمر دخول وقت الصلاة الثانية هو فقط بالفجر إذا طلوع عند طلوع الشمس، وفي العيد عفوا في الجمعة إن دخل وقت العصر، فهذا حكم خاص وليس عاما. إذا وطلوع الشمس في الفجر لطلوع الناقص على الكامل، وزوالها أي زوال الشمس في صلاة العيدين كذلك صلاة، وأنا في صلاة العيد أطلنا الصلاة أو أخرناها لسبب ما إلى قبيل الزوال، فخشع الإمام في الصلاة وهو في صلاة العيد أذن مؤذن الظهر بطل الصلاة العيد. ودخول وقت العصر في الجمعة أيضا، خطب فأطال فقيل للإمام الخطيب قارب دخول وقت العصر فنزل من المنبر ودخل في صلاة الجمعة وهو في الصلاة أذن مؤذن العصر، ما الحكم؟ تبطل الصلاة. طبعا تبطل الصلاة متى أحبابنا؟ بالاتفاق إن دخل وقت العصر قبل القعود الأخير مقدار التشهد، أما لو دخل وقت العصر بعد القعود مقدار التشهد تبطل الصلاة عند سيدي أبي حنيفة ولا تبطل عند الصاحبين بالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. قال فوات شرط صحتها، شرط صحة الجمعة الوقت،
وقد خرج الوقت. شرط الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة فقط، وليس شرطا لصحة صلاة الظهر، وليس شرطا لصحة ما لو قرأت كتب الفقه قاطبة كلها لما وجدت عالما يقول لك شرط صحة الصلاة الظهر أن تؤدى في أن تؤدى بعد دخول الوقت، يعني أن تؤدى في الوقت بعد دخول الوقت، بل لو أديتها بعد خروج الوقت تصح وتقع قضاء. قال وسقوط الجبيرة عن برء يعني عن شفاء كذلك يبطل الصلاة. وأنا في الصلاة الآن في جبيرة على يدي سقطت، نظرت فإذا الجرح قد شفي تماما تبطل صلاتي. ليه؟ قال لأن الحدث السابق الآن قد ظهر. أما لو سقطت الجبيرة فنظرت فإذا بالجرح ما زال لم يلتئم بعد، لم يبرأ بعد، صلاتي لا تبطل، صح صلاتي صحيحة. إذن سقوط الجبيرة عن برء يبطل الصلاة لظهور الحدث السابق، أما لو سقطت لا عن برء لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. قال وزوال عذر المعذور، وزوال عذر المعذور بناقض. إنسان معذور مع عذر، وهذا العذر ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. ويعلم زواله متى يزول العذر، متى يزول العذر. قال ويعلم زواله زوال العذر بخلو وقت كامل عنه. كيف هذا؟ كيف تبطل الصلاة؟ يعني انتبه الآن لتعرف صورة المسألة. رجل معه سلس بول، توضأ والبول يتقاطر منه، وشرع في صلاة الظهر وهو يشعر بتقاطر البول، وقبل القعود مقدار التشهد شعر بأن البول قد انقطع، أحس بانقطاع البول، يتابع صلاته وسلم، واستمر انقطاع البول، انتبه صلاة الظهر فدخل وقت العصر، واستمر انقطاع البول إلى غروب الشمس، فعلم أن الآن خلى وقت كامل عن العذر، فتبين بذلك أن الظهر قد أداه لغير وضوء فتبطل الظهر، فيجب عليه قضاؤها. إذن وزوال عذر المعذور بناقض، كيف يعلم أن العذر قد زال؟ قال بخلو وقت كامل عنه، وتقدم الكلام مفصلا حول مسألة وضوء المعذور. فهمنا هذه المسألة يا أحبابنا؟ في سؤال حولها؟ أن المسائل التي يحدث فيها لبس عند الطلاب أحب أن أتوسع بها وأن أشرحها بحرف حرف أو حرفا حرفا كي تكون واضحة لدى الطلاب. فضل. بالنسبة لاستخفاف بالنسبة لماذا؟ استخلاف. يا أستاذ أنت الآن أرجعتنا إلى الوراء كثيرا، فضل. عندك انقطع وعندي كذلك انقطع النت، تفضل يا أستاذ. لو استخلف الإمام مسبوقا ما حكمه؟ جائز، يجوز أن يستخلف المسبوق، ومرت معنا هذه أكثر من مرة، يجوز أن يستخلف المسبوق، ثم بعد ذلك المسبوق يستخلف مدركا للإمام ليسلم بالمصلين، واضح؟ وقلنا ومر معنا أنه لا ينبغي للمسبوق أن يتقدم، ولا ينبغي للإمام أن يقدم مسبوقا، ولكن قد لا يعلم الإمام أن هذا مسبوق، والمسبوق يعلم من نفسه أنه مسبوق فينبغي عليه أن لا يتقدم. عفوا.
قال والحدث العمد، والحدث عمدا يبطل الصلاة، الحدث عمدا أي لا بسبقه، أما إذا سبقه الحدث لا تبطل الصلاة لأنه يقوم بالبناء. قال لأنه به، إيش به؟ بسبق الحدث، لو سبقه الحدث، لأنه به يبني، يعني يقف ثم يرجع ويمشي ويذهب ويتوضأ ويتابع صلاته بعد ذلك. قال والحدث عمدا أو بصنع غيره، أنت الآن واقف في الصلاة، جاء إنسان وفعل لك على أنفك هكذا، يداعبك مداعبة غليظة، فنزل الدم، تبطل صلاتك، تبطل صلاتك، وأنت في الصلاة رماك بتفاحة فخرج دم من رأسك، تبطل صلاتك، تبطل صلاتك. لماذا لا يبني؟ قال لأن شرط الحدث المجوز للبناء أن يكون حدثا سماويا، يعني ليس بصنع العباد، ليس من صنع، لا دخل للعباد في وجوده. هذا الذي يبني صاحبه. قال أو بصنع غيره كوقوع ثمرة أدمته، ترى وقوع ثمرة يعني بفعل فاعل، هذا القيد لا بد أن تكتبه، أي بفعل فاعل، فإن سقطت بدون فعل فاعل لا تبطل صلاته بل يبني، لأن هذا حدث سماوي. قال والإغماء يبطل الصلاة، والجنون يبطل الصلاة، والجنابة الحاصلة بنظر أو احتلام نائم، نام وهو يصلي فاحتلم فخرج منه الماء، تبطل صلاته، أو احتلام نائم متمكن. ثم قال ومحاذاة المشتهى، هذه فيها تفصيل مسألة، والشيخ الشرنبولاني رحمه الله فصلها تفصيلا صراحة رائعة، نقف هنا إن شاء الله ونقرأها في الدرس القادم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.